Na, Isa? القبائل الأفريقية مليون، وبعدين هذا يدخلون المحاكم. جنجويد ولا خشيت مع المليشياتي ولا ارتكبت والله جريمة ما كتبت زور أبدا، لكن ذاتي دخلوني حجان أكون مرتاح زاد أصف رقبتي، والله يكون مرتاح زاد أصف رقبتي. تقول والله في عرب ما كان عربية ما شارك وما بيقول جنجويد ما قتلون ما صبر من دونهم إن شاء الله يا رب أكون أنا يا رب شاهد ربي والله عشان أكون فخر وامشي باعتزاز مع اي اخوي من القبائل الافريقيه. اقول الله الزول ده صافي والله الزول ده دخل محكمه دخلنا ما لقينا اي حاجه زادت عنا. وبعتذر لكم بيني وقبائلنا ارتكبت فوقكم جرائم امكور توه بقطاكم تربى ديلك شردناهم وابدناهم وسرقنا شغلاتهم واحتلنا اراضيهم وزراعتهم دي بزراعه زي ما دخل فوق وقرنا غنمنا جمانا رجال حمراء كنا نتكلم برقص يا ديت الطلقة يا ضربت بفرار يا بعكاس يا كتلت دود يا عزبت وجلت مرة واحدة وتخوف عليه لأنه مسكين لا حول ولا قوة له إلا من عند الله عز وجل. كلام واضح ولا ما واضح؟ بس ده بنجيب لكم كلامه هنا برضه. خش بلده وبيخرب يعني هلبة السلامات. الرسالة دي تخصكم أنتم لأن أكثر ناس موجودين في ميليشيات الدعم السريع، فعقلوا شوية يا أخي عقلوا شوية. أنا رسالتي دي لجميع قبائل البقالة وبالتحديد الرزاقات المسيرية الهبانية التعايشة الحوازمة بني هلبة السلامات. الرسالة دي تخصكم أنتم لأن أكثر ناس موجودين في ميليشيات الدعم السريع أو الجنجبي. بس رسالة واضحة شفتها؟ ده لايف قديم دي منذ سنتين. عليك الله عليك الله نشكره ولا ما نشكره عليك الله؟ لا عليك الله هنا بيستحق الشكر والاحترام والتقدير ولا ما بيستحق؟ ها؟ ها؟ لا عليك الله بس بيني وبينك كده الليلة يجي في الكلوب هاوس يجي يقل أدبه هنا ولا يجي قد سوى بتاع حبيبنا هوي هوي الغبر ده لما انت بعدين نايدا ما easy to settle as your paper play was voted most بس نوضي Nice. Popular Broker 2020. خليك معايا يا جماعة الكلام في اليوتيوب طوال شنو؟ المسؤولية الكاملة لمليشيات الجنجويد. أيوه ما هو؟ المسؤولية الكاملة لقتل الناس الجنجويد، لقسم النساء الجنجويد، الحرق الجنجويد، الفعل الجنجويد. ماذا إذا قلنا لي المهندسين؟ ما بزور يا الله ماذا إذا قلنا لي المهندسين؟ ما بزور يقنعني بالكلام ده. أنا كردفاني أحداث الوبيض 2013 حاضرة يا بلدي. مشيت قدام حضرتها في الشارع شفت بعيني جنجويدي بعمل شنو. ثاني جو في القرية حقا دي حضرتها برضو جنجويدي عمل شنو. قام بقيادة هذا الجنجويدي المدعي حميتي برود بالعقيد نذكركم وانا زار كنت يا عيسى عشان ما ترى اللايف ده قبل سنتين ولا سنتين وشويه عرفت كلامي. فزي ده نحن لكن له الاحترام والتقدير ونقول له ليه قدام ولانه انت شاهد من اهلها وكده عرفت كلامي. بس ده الموضوع. ايوه طيب نستقبل هنا يا جماعه لانه في الواتساب في ناس اتصلوا كثير. مرحبتين مرحبتين. السلام عليكم. يا السلام عليكم. تحية لك يا كسلة. أبرك من حي كل مشاهدينك وتحياتي لك كثير. تحياتنا فضل. والله يا أحمد كسلة حقيقة الشيء اللي بحصل في نيل الأزرق وفي إقليم جبال النوبة المشكلة الغريبة لأنها مشكلتنا في الناس المواطنين الساكنين معنا مئات السنين اتقلبوا بقوا يعني ما أعرف يعني نازل ما عندهم عقلية ولا الفهم شنو يعني هم ما مستفيدين بالمناسبة
سواء كان اهل الحوزه هنا في الدمازين قال يبغون قاعدين يلعبون سياسه، سواء كان البقاره في غرب في كردفان برضه بلعبهم سياسه. الناس دي بدل السنين مع القبائل هم عايشين مع مئات السنين. عجبت شنو؟ والامر حس كده بقى واضح. فهمت علي؟ الامر بقى واضح، الناس كلها بقى اتجاه واحد. الهاد بقى معروف. نعم. الجنجوي داي. الهاد بقى جنجوي داي. اتكلم طوالي. يجب علينا. يجب علينا كلنا كلنا نتفق نشوف مشكلة الجنجوي ده. أي زول أنت زادك زي الجنجوي ده أنا ما بتفق معاك. صحيح. ما علينا كلنا نتوحد. نشوف مشكلة الجنجويد ده وبعد ذاك انا وانت اختلافنا بيناتنا ده بعد ما نصف الجنجويد ده بعدها نتحاسب انا وانت بس اذا عندنا مشكلة اساسا. هاي تحياتي لك وبس ده رسالتي يعني لكل المشاهدين وبرضه من هنا انا ادي رسالة لاخواننا الحوسة، اخواننا الحوسة ناس مسالمين يعني من ما احنا تعايشنا معاهم وعارفين انهم ناس صحباننا وناس اصدقائنا ناس مسالمين، نقول لهم يا اخي الابليس ما يغشكم. السياسيين ما يغشوكم. انتوا ناس اهل انتاج، شوفوا جناينكم وين وشوفوا مارس زراعتكم وين، عيشوا زي ما انتوا كنتوا عايشين مع باقي المجتمعات اللي عايشين. وبرضه من هنا رسالتي لاهلنا في فوني ولا سواء كان في جبال النوبه. من هنا الشغله بيجا واضح، انتوا ما تتعدوا على زول، لكن اللي تعدى عليكم ده زي ما تعدى عليكم ده انسفوا. وين المشكله؟ دافع عن نفسك، دافع عن ارضك. القضيه بيجا بتاعت حواكيف بتاعت الارض. تحياتنا، تسلم، شكرا لك، رسالتك وصلت، تسلم، شكرا. حبيبنا قول الحق لو كان شنو؟ لو كان مرا. قول الحق في نفسك وفي بني جلدتك. انا اللي قدام كنت ما قاعد اغلط، قاعد اغلط كثير، قاعد اقطع زلط وكبري وبتاع، لكن لما نجي هنا ده بقول كلمه حق اقولها طوالي، لكن انت عبيت وتقولوا كلمه حق ما زي الكلام ده. الكلام ده الحركات المسلحه ما كان بقلم مر تتذكروا دقينام زي ده برضه ابو حطب ذكرونا حطب، لكن هسي وين حبيبي الناس جت اتوحدت بقت في كتله واحده. كلنا نحن متفقين دايرين نفجر الجنجويد. يا عم الطيب يا اخي انا ما دقاني ابو شوطال ده وبتاع ابو شوطال ولا ابو سكين ولا ابو جردل ده. انت قدر تحصله بتحلك، قدر تحصل عبد العزيز بتحلك، قدر تحصل الجنجويد ان احنا ندارفور لهمتي نحلك. طيب نعمل شنو؟ نتفق كلنا ندرسه ناكل الزول ده اكل فوق، بعد ناكله بعدك تعال حاسبه نقول له انت سنه كده تاريخ كده تتذكر اي ده صورتك وانت في اللايف يا كسر قلت واحد اثنين ثلاثه تتعزى تمام. لكن انت من ضمن الناس ده كله بره، من انت وين في المحل ده؟ ده الموضوع هنا يا قتلوا لي ولا 1% بالنسبه للناس اللي قتلوا لي الناس ولا 1%. احنا ما دارين ولا دول يموت منك. اول حاجه تثبت الافريقانيه دي بلاك ده لازم تثبته، ممنوع واحد بلاك يقتل له بلاك، ده ممنوع مرفوض. مرحبتين. السلام عليكم. مرحبتين الله. يا هلا كسلة. شبابك. الله يبارك. نحيي اهلنا الزوجة كلهم في اللايف بتاعك ونحيي السودان كله القبائل النيلية. يا كسلة المشكلة بتاعت النيل الأزرق اللي حاصلة حاليا، أنت عارف هي مشكلة بتاعت حواكير وما حواكير وبتاعت إمارة. تمام؟ ان احنا ما دارين نختلف ان احنا كقبائل افريقيا كلنا، يعني شوف الليله الحرب في دارفور وفي لاقاوا وفي النيل الازرق الضحايا فيها ياتوا من القبائل اللي بيموت ان احنا الزرق ديل، صح ولا لا؟ يعني ما في واحد بيموت من القبائل النيليه. الموضوع بتاع الاماره ده ليه ما سووه زمن عمر البشير؟ موضوع الإمارة ده موجود في 2005 في سلام نفاشة، كان موجود في إمارة، كان أمير الحوزة كان أحمد داود. أحمد داود هو كان واحد كوز وسخان برضو من أولادنا. وحسي في دولة
عشان الناس يرجعوا لشرطاية ولا سلطان ولا بطيخ. مش انه في دولة ولا ما في دولة، حاسة حاليا يعني الناس كله في معسكرات نزوه ورجوه شايلين سلاحهم. انا ما بعترف انه في دولة، بس يبقى ما في اي ادارة. انا ما بعترف انه في دولة اساسا. الامير ولا السلطان الاكبر منه؟ اكبر السلطان. السلطان ذاته خرا، تعرف خرا؟ خرا ولا شغالين بيو طعنا فيه شلوت ودارين نغيره، لكن حتى نقدر نغير السلطان بتاع الجنينه ما بضربونا طبعا محمي صح، لكن لما تجي الدوله انا زعلانين منه، هو عارف ذاته انا زعلانين منه، بعدين ينبذوا بابر الجروبات كويس، لكن وبيسمع والرساله بتوصل، لكن حتى ما نعرفش لانه حتى محمي. لا من تجي الدوله، لا من تلقى دوله غاليه من الملاش، وحتى الحركات المسلحه دي يدمج في قوات الشعب المسلح، ترجع المؤسسه يتحاسب المجرمين، فداك تعال اعمل اماره ولا اعمل لك جبل ذات. ده ما وقته. يعني احنا دايرين اي واحد يتورط في المشكله دي يتحاسب، ما قلنا ما يتحاسب، يعني احنا امورنا الهوسه انت بتشهد يا كسلا، يعني الهوسه دي قاعدين في السودان ده في مختلف انواع المكان. النيل الازرق ده غلطانين ابو حبيبنا، ما تجامل ما تجامل، شوف لا غلطانين. اسمع 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 يا اخي، انا ما بقول ان هم ما غلطانين، يعني الطرفين اللي هم الفوج الغلط ده طوال نجي نكفله، زيد غلطانين اي منو السبب فلان لب شلوت باقي الناس دقيقه لحظه هذا باقي الناس. ايوه حبيب ايوه علينا هسه حاليا يا حبيبنا، اقا زي انا اقا زي انا اضرب اي زول. ايوه انت ما حوساوي هسه صح؟ انا ما يا كان. اسمع عليه القسم يا كسل، انا ابوي ما برحمه. شوف يا اخي الله يرضى عليك انت يا اخي، انا دار لي هوساوي واحد يقول كلمه حق. ايوه ما لك الموضوع يا اخي، الان في غلط، الغلط ده سايقه منه؟ سايقه واحد اداره اهليه ده منه؟ رئيسه شنو يا اخي؟ في ما رئيس يعني احنا ما في زول بيسوقنا، انا واحد من الناس انا ما بنساك. شايف عليك كيفك؟ داك بندقيتك امشي قاتل الشعب السوداني، عليك كيفك؟ انت حر ولا عندي لك حاجه، اماره شنو وبتيخ شنو؟ وانا واحد قال لي امير تابع للجنجويتي حبيبتي، يا اخي نحن عارفين اللي ده كله حبيبنا، نحن عندنا سلطان، تعرف شنو يعني سلطان؟ يعني سلطان كده، يعني اكبر من الرئيس هذا، يعني كده بيثبت لك وطنات. ها اسمع دارندوك عديل كده، معروف الانجليز والعالم كده معترف فيه صح؟ خليني ما سوي نجح الليله ولا دارين نسوي، لا ده قاعد كده ده صبة زي ده، دارين نديش عدينا شلوت، لكن منتظرين اليوم اللي بنبدله، ما الليله اللي بدنا ليه بس؟ لانه محمي من الجنجبيد هيمتين يا زول، هو الشيخ شنو؟